بالك انت بالك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الله مسعود موسى قائد فريق رواد الخير العام للتطوع غدامس. اليوم اطلقنا مبادره او كملنا تكمله مبادره من اجل طريق امن لصيانه الطرق المتهالكه في بلديه غدامس. اليوم الحمد لله صينا مجموعه حفر كانت موجوده داخل الطرق الرئيسيه في بلديه غدامس، منها مفرق مقهى الاحباب، منها جزيره دوران بجنب جامع الجزيره، منها كورفا او طريق متهالك جنب مقهى سياحيه. للاسف هذه الحفر كانت سببت عرقله واشكاليه لسيارات المواطنين. الحمد لله اليوم بالتعاون مع المجلس البلدي غدامس وبالتعاون مع قسم المرور بمديريه امن غدامس تم صيانه هذه الحفر، وشباب المتطوعين بارك الله فيهم الحمد لله يعني حاولنا خففوا من الاشكاليات. صح وما فيش حل نهائي، لكن محاوله للتخفيف من الاشكاليات وهالحفر هذه الحمد لله. ان شاء الله عندنا نحن مشروع متواصل، مشروعنا لصيانه الطرق المتهالكه في غدامس، حناخذ الايام القادمه باذن الله والاسابيع القادمه حناخذ ونصين طرق اخرى ان شاء الله. وشكرا لكم.